احب افتتح اسئلتي مع الفنان مصطفى اشكناني. يا حي الله من يا اخي. يا اخي شوفتك تفرح وترسم الابتسامه كافيه، وانت ما شاء الله عليك، انا اعرفك اخلاق وطيبه قلب ابيض على قولتهم. ها وجود هذا هو الخط الفاصل اللي جايك فيه بسؤالي. يمكن كثير من الناس ما تدري ان الفنان مصطفى اشكناني متواجد بالساحه الفنيه من سنه كم تدرون؟ 2005، عسى الله يحفظه. يعني ما سنين ما هي بقليله. هاي هي، ولكن احنا ما نشوفك. انا يعني برايي الشخصي انت فنان، وما اظن احد يختلف، كوميديان من الدرجه الاولى يا يبا، عسى الله يحفظك. ولكن ما شفناك اخذت الفرصه اللي هي، ولا طلعت بنجوميتك اللي انا اشوف ان انت تستحقها يا يبا. بنعرف السبب، هل من وراك انت مزاجيتك، ولا من السبب من الوسط نفسه ما سمح لك الفرصه، ولا بتقول ان انت طيب زاد على اللزوم؟ ما هذه نعرفها هذه. ها وشوف والله ما يندرى، فنبي الخبر الاكيد منك انت يا يبا، ونورتنا وشرفتنا وعسى الله يحفظك. خلص. اي خلص. مشكور وما قصرت، وبارك عليك ما تبقى من الشهر. يقول انه يعني انا ما سمعت من بس 2005 انت كله كوميدي، السنه هذه لا خذيت فرصتك. اينا. يعني دور حقيقي. اي مو متاخر شويه؟ شوف هو ماكو شيء بالفن شيء متاخر. اي هو الاكتشاف يطلع سواء الحين ولا بعد 100 سنه ولا فان جوخ انتحر وقص اذونه علشان ما لقى احد يشتري لوحاته. بعد ما مات لوحاته تنباع بالملايين. خلد اسمه. اوكي، فالفرصه ما تعرف ان انت عمرك متى او متى، ولكن الفرصه متى انت تيك وانت تصنع الفرصه. يعني اذا جتك الفرصه انت التي تستغلها، وانت اللي تصنع نفسك في النهايه. وتصنع اللي انت تبيه بالصوره الثانيه، وكل ما اتتك الفرصه، بس تيك الفرصه انت تكون جاهز. وتكون جاهز. صح.